السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وإحدى حلقات كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الأندرويد. والنهاردة هنكمل سيكوال لايت، داتابيز النوع سيكوال لايت مع أندرويد. هنعمل حاجة النهاردة اسمها الكونتاكت موديل. والكونتاكت موديل دي حاجة معظم الناس بتستخدم داتابيز معروفة، إنك بتعمل موديل بتحط فيه الداتا بتاعتك از بليس هولدر كده، يعني عشان لو انت عاوز تستخدم الداتا ديت في كذا حته في السيستم مش هتقعد تفتكر بقى التولز بتاعتها. ممكن تعرفها عن طريق انك تعرفها بكلاس يعمل كبليس هولدر او حاجز مكان للاسامي ديت. فاحنا في الداتابيز بتاعتنا هنا هنستخدم تلات معلومات هناخدها من كل زبون عشان خاطر نسجلها في الداتابيز، زي ما هنا موجود اللي احنا عاملين تلاتة كولومز. الكولومز الاولاني الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم. انا عاوز اعمل بليس هولدر للتلاتة دولت، فبعمل كلاس جديد نيو كلاس جافا كلاس وبسميه كونتاكت موديل. هو ده الموديل البليس هولدر بتاعنا، انا مسميه كده ليه؟ اي موديل، هو اسمه موديل لانه يعني الموديل دوت عباره عن بليس هولدر زي ما قلت لكم، وهنشرح دلوقتي اكتر يعني ايه بليس هولدر. ودي حاجه هتستخدمها عموما لو انت استخدمت داتابيز او مش استخدمت داتابيز، بتستخدم داتا معينه هتطلبها في كذا حاجه از تيبل از رو. هو الكونتاكت الموديل قصدي دوت الكلاس موديل سوري، هو دوت اللي بيحدد لك الداتا ديت بتحطها بالشكل دوت في الداتابيز، فتقدر انت تتعامل معاها بشكل اسهل بانك تحجز لها مساحه عن طريق كلاس بيحمل نفس الممبرز بتاعه الداتابيز ديت. هنقول اوكي كده عملنا الكلاس اهوت. هنبدا بقى ندخل الممبرز اللي فيه، نديهم برايفت سترينج. احنا عايزين الاي دي والفيرست نيم و سوري فيرست كده غلط فيرست نيم واللاست نيم. كده احنا كتبنا الثلاثه دول عشان نعمل لهم هولدنج نشيلوا الداتا. افضل حاجه نعملها ان احنا بدل ما نعمل دي بابليك، لا نعمل جيت اي دي جيت فيرست نيم جيت لاست نيم. نعمل ميثودز بترجع او سيت بانك تحط القيمه فيها عن طريقها. ممكن تعملها عن طريقين، اول طريق هو انك تعمل اللي هو سيتر طبعا، عن طريق تيجي هنا عند جنريت وتقول كونستراكتور وتاد فيه كلهم دولت. اوكي اهو كده. انت ممكن انت لما تعمل نيو من الكلاس دوت وعاوز تخزن فيه المعلومات ديت تقدر تحط فيه عن طريق النيو على طول الكونتاكت موديول دوت. او نعمل مثلا تاني جنريت، نعمل له اوفر رود بدون حاجه خالص. اوكي كونتاكت موديول من غيرهم خالص خالص، فاضيين تماما. ماشي ممكن نعمل ده كده ونحط هنا فاضي هنا فاضي فاضي لو انت عاوز تستخدم الجيتر والسيتر. فنبدا نعمل الجيتر والسيتر. جنريت اهو جيتر وسيتر. الاول نعمل اللي هو ايه السيتر. ماشي دي هيديك طلع لك هنا كل الممبرز اللي عندك. هدوس اوكي اهوت. هنعمل نيجي هنا تحت وندوس كليك يمين وبعدين جنريت جيتر اهو. اوكي كده لما انت تكول الكلاس دوت في اي حته تقدر تحط قيمه للاي دي والفيرست واللاست نيم، وتقدر تحفظهم مثلا في ليست او تحفظهم في اوبجكت. وهنشوف في الحلقات الجايه ازاي هنستخدمهم، بس خلي بالكم هي دي بروتو موديل، حاجه بسيطه جدا انا عاوزكم تخلوا بالكم منها، لان ده اسلوب على فكره برمجه احنا بنستخدمه في شغلنا من زمان جدا، وهو موضوع البليس هولدر دوت. فاحنا بنعمل الكونتنت موديول دوت از بليس هولدر، هو اسمه كونتنت مش كونتاكت، انا مسميه هنا كونتاكت.
عشان هنحط فيه الكونتاكتس اللي احنا بنخزنها. بس كده الحلقة ديت عملنا الكلاس الكونتاكت موديول. الحلقة الجاية هنبدأ نشتغل اكتر على الداتابيز. تابعوني واتمنى ليكم التوفيق في حياتكم. متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واتمنى ليكم يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.